وإيش فيها البامية؟ بتحتوي على بروتين وأيضا فسفور للدماغ وأيضا زنك اللي تدوروا على فيتامينات الزنك للعيون والشعر ومشاكل الجلد وحب الشباب. أيضا فيها ألياف ومواد رغوية اللي تحسوها ولامية لما تطبخوها. حتى البامية الخضراء لما نطبخها ما شاء الله نشوف هذه المادة الرغوية فيها، حتى إذا أخذناها مجففة وطبخناها موجودة فيها المادة، ليش ما نشفت وصارت موجودة فيها؟ إذن عظيمة الفائدة لأبداننا لأنه بتحتوي على الحديد للي عندهم فقر الدم. أيضا مفيدة بفوائدها العظيمة لأنه فيها الكالسيوم المفيد للعظام واللي عندهم مشاكل العظام وعندهم هشاشة العظام، وأيضا فيها البوتاسيوم. طبعا الناس الشعبيين ما يعرفوا إيش البوتاسيوم إلا يعرفوا الحديد فقر الدم والزنك، ما يعرفوا إنه للجلد وأمراض الجلدية وحب الشباب والحبوب والأمراض التناسلية. فبالتالي تستفيدوا من هالنعمة الموجودة فيها، والله فيتامين رباني طبيعي موجود في هذه النبتة اللي هي البامية. من فوائدها أول شيء تعرفوا إنه إذا تناولنا البامية علاج لإيش؟ نحكي البامية معقول تفيدنا؟ إذا هي مفيدة جدا للي عندهم الإمساك، صحيح مسهلة للي بيشتكوا من الإمساك الشديد والمزمن، وبتنظف المصران الجهاز الهضمي والقولون، ومفيدة جدا للي عندهم القولون والقولون العصبي وأيضا قرحة المعدة. لكن اسمحوا لي، كانوا أجدادكم زمان اللي عندهم مشاكل بالجهاز الهضمي وحرقة وأسيد يطلع على الصدر وما يعرف ينام، وكانوا يقولوا البامية علاج القرحة، بس كيف؟ كانوا ياخذوا البامية وينشفوها يجففوها موجودة عند العطارين مجففة، وكانوا يطحنوها ناعمة بودرة قبل الأكل، كانوا يتناولوا ملعقة صغيرة ملعقة كوب منها من مطحونة على الفم ويشربوا وراها القليل من الماء، كانت تنزل على الجهاز الهضمي والقرحة هي جرح داخل المعدة، فكانت المادة الهلامية تغطي هذا الجرح ويأكل اللي بده إياه، ما تتحرش المواد الحامضية اللي بالجهاز الهضمي بالقرحة فكانت تلتئم، فبالتالي كانوا يحموا المعدة كأنه يحطوا كيس نايلون مبطنة من الداخل. فكانت هذه من النصائح المفيدة لأجدادنا ونسائهم وأولادهم.